إذا عدنا من جديد مستمرين. رح نتحدث الآن عن كيفية تدريب النفس على التفكير بإيجابية أو التعامل مع المشكلات بإيجابية، لأنه ما في حدا منا ما بمرق بمشاكل، ما بمرق باختلاف زي ما حكينا صباحا بالحالة المزاجية نتيجة التحديات اللي عم بمرق فيها بالحياة. كل حدا يعتبر بأنه أو بيعتبر بأنه مشكلته هي أكبر مشكلة، فبالتالي تعامله معها هو اللي بيحكم عليه يعرف هل سيتجاوز هذه المشكلة ببساطة وسهولة ومرونة أم سيكون هناك يعني اكتئاب أو حالة نفسية سيئة. رح تكون معنا الحديث أكثر عن هذا الموضوع مدربة المهارات الحياتية الدكتورة تمارا الرابي. بنحكي لك صباح الخير وأهلا وسهلا، صباح الإيجابية. صباح النور، صباح الإيجابية للجميع إن شاء الله، للوطن الجميل يكون التجاه للإيجابية للجميع إن شاء الله. يعني دكتورة سهل علينا نكون إيجابيين؟ هلأ طبعا مش إشي سهل، هو في تحديات زي ما حكى وعم بتواجهنا، خاصة إحنا كدولة قريبة من الأشياء اللي عم بتصير بدولتنا الغالية يعني فلسطين، هاي عم بتأثر على الكل، أنه السلبية تأثر على الجميع، بس نحاول إحنا نشتغل على حالنا وعلى الجميع أنه كيف نطلع هاي السلبية ونحولها لإيجابية عند الجميع. وهذا الإشي طبعا في طرق كتير الواحد بقدر أنه يشتغل عليها يتحول لإيجابية، منها اللي أنا دائما بحب أشجع الناس فيها أنه رسم، يرسموا والتعامل مع الموسيقى والرسم ومع الناس، يقعدوا مع الناس الإيجابية بالحياة، أنه هاي من الأشياء اللي عن جد بتأثر على البني آدم كحياة. صح، مين بتخالط مين بتخالط تبعد. ولبسك أمرات، حتى أمرات الألوان، الألوان باللبس كمان بتأثر على البني آدم أنه كيف يكون إيجابي أو سلبي. نعم، قديه بتشوفي بأنه يعني مش سهل الواحد يكون إيجابي، ولكن بالمشاكل اللي بتصير، قرأت مرة بأنه مش مطلوب أكون دائما مبسوط وراضي، لأنه يعني الإنسان طماع وبسعى دائما للمثالية، ولكن إذا صارت عندي مشكلة يقال بأنه الإيجابية هي مواجهة المشكلة، هل هذا صحيح أو لا؟ طبعا، هي كمان يكون عنده كمان الواحد التحدي أو الطاقة لمواجهة هاي يعني حتى يوصل لهاي الإيجابية، أنه السلبية إشي مو سهل، وإذا كمان دخلت بالسلبية بتضلك كمان بتزيد إنه زي ما تقول الانخراط في هذه السلبية، فعشان تواجهها والإصرار أنك تواجه هاي السلبية الواحد يحاول يلاقي أي منفذ ليروح لمنطقة الإيجابية بحياته. وطبعا هاي بده الواحد يشتغل عليها، مش بس بسهولة إنه الواحد والله بده يتجه للإيجابية انه والله لا لا الاقيها، لا بده الواحد يتعب ويصر انه بده الايجابيه بالحياه عشان يطلع من هذه السلبيه الموجوده حوالينا. حلو كثير هذا الموضوع حلو، ولكن انا دائما بركز على شيء كثير مهم، انه نحن مش كبسه اون اوف، طبعا سلبي ايجابي، اول ما بدي اصير ايجابي هلا بصير وبدي بدي اطلع من اللي انا فيه، بدي اطلع بتمر علينا ضغوطات كتيرة، حتى لو كنت إيجابي في بعض الأحيان بتنزل داون. طبعا أكيد. اليوم كيف بدي أنا أشتغل على حالي حتى أطلع حالي من السلبية اللي أنا دخلت فيها؟ وبرضه في بعض الأشخاص بيجي بيحكي لك لازم طول عمرك تضلك أنه أنت متفائل، بس في بعض الأحيان بتروح أنت في مجال الخوف، مجال السلبية، كيف بدي أطلع حالي من هذا الإشي اللي دخلته؟ طبعا الطبيعي يومين ثلاث، لانه اكثر من هيك بتصير في اكتئاب، لازم اللي بتدخل لمرحله اكتئاب. فاليوم كيف نحن بدنا نشتغل حالنا حتى نطلع حالنا من هذا الامر، بعيدا عن الشعارات والحديث اللي دائما احنا بنحكي فيه. شوفي هلا انا مثلا انا عم بحكي عن حالي كشخص، يعني انه قديش تعودت الواحد زي ما قلتي بالمر بكثير اشياء ضغوطات بتحوله لسلبيه على الاخر، بس عشان اطلع من هاي الاشياء واحده من الاشياء اللي بعملها هي اول شيء بخالط الناس الايجابيين، أهم إشي أنك المخالطة، تاني إشي بروح لرسم، طول ما بحس حالي أني بنضغط بروح برسم، والرياضة كمان بتساعد كتير أنك تطلع هاي النيجاتيفيتي الموجودة عند البني آدم، والموسيقى. فالواحد بده يشتغل على الموضوع، هو يبلش من نفسه كيف بدي أحل أو أبعد عن النيجاتيف أو السلبية بحياتي، فهي الإجراءات الواحد لازم يتبعها. أما أنه الواحد أنه إيش بده يعمل، هي ممارسة تغيير ممارسات اليومية
من السلبي يتحول لإيجابي. يعني منها بطريقة التعامل مع الناس، أنا أشوف ناس اللي هم إيجابيين بالحياة، مش أروح والله في ناس خلص بيعطوك كلمة بخلوك سلبي طول اليوم، وبتأثر حتى على اللي حواليك، بسحبين الطاقة هدول، بسحبوا كل الطاقة. فمشان هيك الواحد بده يشتغل على الإشي بيبدأ من نفسه بأشياء اللي بيلاقي نفسه فيها. صحيح. فأنا بحب الرسم، غيري بحب الرياضة، في غيري بحب الطبخ، يعني في أشياء كل حدا الواحد عنده يشتغل عليها بأقل التكاليف، بس المهم يدور على محل اتجاه وين يروح عشان يطلع هاي السلبية. نعم. قد ايه الوعي اللي ممكن الواحد أو مستوى الوعي اللي ممكن يشتغل عليه بيساعده في تدارك المشكلات أو التعامل معها بحياته؟ لأنه مثلا إذا أنا كنت شخص مثلا باخذ قراراتي بسرعة، إذا رفعت مستوى الوعي، هل مثلا لما أجي بدي أخذ قرار رح أتذكر أني أنا بالأساس بأخذ قراري بسرعة، فبالتالي اليوم بدي أفكر فيه بطريقة منطقية أكثر؟ هذا يمكن بتفادى فيه الإنسان طبعاً مشكلة كبيرة، إنه لأنه ما في تفكير سلبي أو مشاعر سلبية بدون وجود مشكلة. اليوم إذا طالع من بيتي سعيد ومبسوط وكل إشي حوالي مريح، ما رح أكون سلبي، رح أكون حدا إيجابي مبسوط. زي اليوم مثلا إجينا بنرفع معنويات بعض الصبح، قد إيه الكلمة بتساعد؟ طبعا هي هاي هي الكلمة. الوعي كتير إشي مهم الواحد، والتجارب بتعلم الواحد من تجاربه. كيف مثلا أمرات بكون ماخذ هذا القرار سريع، بشوف قديش بندم عليه بعدين، بعد شوي بصير مع التجربة بصير عندي إنه الوعي أقوى. بس هي زي ما قلت، أمرات الواحد بكون طالع إيجابي على الآخر، بتيجي بالسيارة بتلاقي حدا بالشارع، بس هون قصدي هون بصير تقول يعني بدك تطول بالك، هون قصدي مستوى الوعي، انه ما اخلي ياثر علي بطاقته السلبيه. يعني انا ممكن حتى انه لما اشوفه بالشارع بزمر لي ابتسم، هاي درجه واصل يعني من الايجابيه او انه لمرحله اني انا ما عندي تفاعل الايجابيه اللي انه نتمنى من الله نوصلها. يعني مو شيء سهل يعني، بس هي بقول لك هو الواحد يعني يتعود على أشياء اللي هو يحاول يمارسها وتغير من الطاقة السلبية ويتحولها لإيجابية. يعني أنه بصراحة أنا دائما بقول الرسم بالذات، مسك الألوان، لما تمسك الألوان يعني كان صغار ولا كبار بتأثر. يعني أنا حتى مرة من صحباتي عملتين لهم هيك علاج بالفن، حصة هيك يعني يوميتها الكل يعني اللي راح على رياضة، حتى المسات صار الكوتشز تبعون الرياضة صار يقولوا لهم أنه اليوم تاخذكم غير، فقالوا لهم فعلا اليوم اخذنا يعني رسم، فتاثرت على جميع انه على الكل، يعني نفس الفيدباك سمعته من الكل. فالواحد طبعا يعني اي شيء يشوف حاله انه والله عم بيطلع بفرغ طاقات فيه السلبيه، مش غلط يضلوا يمارسها. بتحسي المراه اكثر تاثرا بالسلبيه؟ والله العكس، مش ما بتتأثر بالسلبية. لا بتتأثر. بس أنا بقول مين، المرأة ولا الرجل؟ لا بحس أنا الرجال أكثر بتأثر بالسلبية. جد والله أنا بشوف عند الست بحسها أكثر. هلا هو بعتمد إيش الواحد مين بحياته يعني، بس لا أنا بحس إنه الستات بتحملوا أكثر. هلا بتحملوا ولكن تأثرا. مو تأثرا، ما هي هاي هي التأثر. أنا مرات ممكن أنا أتحمل، بس يعني مثلا حوالي ناس مزاجيين بتحملهم، بس هذا لا يعني أنا من جوا بهضميتهم. لا بس علي. ما هي ببين السلبية الواحد خلص إلا ما يكون في حتى إشارات بالإيد ولا بالوجه ولا ردة فعل بتبين. فالزلمة ما بقدر يتحكم بهاي الأشياء، فدغري بتبين عليه. أوكي. بس الست أنه ما بتظهر، بتخفيها شوي. ممكن أعتقد بأنه الموضوع بتعلق بالعاطفة، بأنه قدرة الرجل على ضبط أعصابه، يمكن المرأة لأنها بتفكر بطريقة عاطفية فبتفرغ بسرعة، أما إحنا منحوش منفرغ مرة واحدة في موقف واحد، ولكن بيعتمد على الشخصية. والله بيعتمد على الشخصية، من الأشخاص أنا ما ببيتش، بقدرش أول بأول، اسأليني أول بأول ما بقدر، مش متعودة. هو أحسن أصلاً، هذه الأشي بتأثر أنه الواحد بالكبد كمان ما بقدر، هذا ممكن يقلب ل يعني مرض صعب، أمراض يعني صحية جسدية يعني. لا العكس، أنه الفرغ الطاقات أحسن أول بأول. يعني إيش اللي حواليك؟ لا أبداً، بس ما هو هذا كمان أريح إليك. يعني مثلا أنا إشي زعلني من إبراهيم، أوكي ممكن أسكت في لحظة الموقف، بس بتمر ساعتين بتلاقيني رافع الخط أنا واحد تنين تلاتة وبمرق سنة على الموضوع بضلها ذكرك فيه. هذا موضوع تاني بيدخل يعني فيه موضوع الأبراج. أبراج. بس قديش كمان المهم اليوم أنه جد التفريغ. نعم. بتقلل من السلبية الموجودة كتير بصراحة. أنا يعني خاصة من وقت ما صارت 7 أكتوبر، أنا بحكي عن نفسي يعني أنه
قد ما بالواحد اللي عم بيحاول يفرغ قد ما بيحاول ينسى ويخفف يعني ما يقعد يتفرج ويتضايق ويأثر على اللي حواليه. فكان أنا الاتجاه تبعي أنه كل ما هذا أرسم ألاقي حالي برسم يعني أنه خلص يعني أنه لازم تفرغي بطريقة معينة يعني لازم أنه الضغوطات اللي حواليك كتير أنا عم بتأثر على وهذا الإشي مأثر علينا كلنا كدولة كاملة يعني. صحيح. اليوم المحتوى الذي يبث عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحتى الإيجابي منه، لأنه المحتوى الإيجابي بيأثر علينا. اليوم لما أشوف وأنا قاعد بالبيت مثلاً حدا مصور حاله بإيطاليا ولافف العالم وأنا في البيت مثلاً، فلنفرض أو اشترى بتباهوا بسياراتهم أو بتباهوا بكذا، بتلاقي محتوى غريب على مواقع التواصل الاجتماعي. هذا الإشي كيف ممكن تأثيره علينا سلبياً؟ كيف ممكن نحمي أنفسنا من هذا المحتوى؟ إنه بالنهاية ما أقارن، المقارنة بتتعب الإنسان. المقارنة بتتعب طبعاً، عليك إلا تقرأ المعوذات بس. أنه بصراحة الإشي اللي عم بيصير مغصب عنك زي ما قلت يعني بتلاقيهم بتفاخروا بشغلات يعني إحنا بعالم ثاني، إنه إحنا مش هذا الحياة يعني الحياة لازم تكون واقعية واقعي يعني إنه الإشي اللي عم بيصير يعني إنه الأشياء عم بتروح لغير الواقعي، فإحنا هذا العالم اللاواقعي. أنا اللي عم بخاف عليه الجيل الجديد والله الله يعينهم بيني وبينك بصراحة، الأطفال أنهم عايشين بعالم أنه هذا الفي آر يعني زي ما بقولوا أنه الواقع الافتراضي، الواقع الافتراضي أنه مش مو سهل أنهم أنه طب تعالوا اقعدوا معنا أنه عيشوا حياتنا يعني، وما بدهم مش ملاقيين أصلا، هم السلبية عندهم أكثر ناس الأطفال هذا الجيل. دكتورة قديش الرضا مرتبط بالإيجابية بحياتنا؟ طبعا هي طبعا الرضا هي كنز زي ما بقولوا ليفنا، أنه هو الوحيد أنه الرضا قد ما الواحد برضى قد ما بيكون عنده إيجابية بالحياة وقنوع أنه والله أنه أنا هذا الوضع اللي أنا فيه ما رح أطلع أو ما رح يعني أقارن نفسي بأي بني آدم تاني، فهو الرضا طبعا إشي أهم إشي بكل كنوز الحياة يعني. نعم، نشكرك دكتورة تمارا على وجودك معنا اليوم يعني بمشوارنا الصباحي، وإن شاء الله يا رب دائما حياة مليئة بالإيجابية والرضا والامتنان. اليوم كنا نحكي أنا وكاثي الصبح عن الصحة، قد إيه الواحد بمرض مرضى صغيرة بتذكر كل النعم اللي موجودة بحياته، فهذا الإشي مهم. شكرا لكم. شكرا لكم.